كل شيء هنا بالنسبة لسيلينا غير تقليدي، الزمان والمكان والتفاصيل المرتبطة بهما. فهذه الشابة اختارت العودة لبيت لحم وكسر صورة الهجرة التي التصقت بسكان شارع النجمة في توقيت اقترن بعيد الميلاد وزينته التي تزيد المدينة جمالاً. أنا حبيت أجرب إشي هون، أنا جديد نكلت هون، أنا كنت عايشة برا بهيوستن تكساس وحبيت أعيش هون أجرب يعني كيف الوضع. شارع النجمة الكل بيهاجر منه وإحنا أنا من العالم اللي حابة ترجع عليه مش أهاجر. سيلينا والعشرات أمثالها شاركوا في سوق الميلاد المقام في هذا المكان الذي أدرج على لائحة التراث العالمي لجماله وتاريخه، وتقام هذه السوق سنوياً حاملة معها فرص تشجيعية للمشاريع الصغيرة ولأصحابها. فترة أسواق عيد الميلاد طبعاً بتكون فترة الترويج كتير حلوة، لأن طبعاً زي ما أنت شايفة بكون في كثير في ناس، في سياح أجانب، ففيك يعني اللي بده يروج فعلاً لمشروعه هاي الفترة كتير مناسبة. إقامته في شارع النجمة هو جزء من خطة بلدية بيت لحم لإنعاش سوق شارع النجمة، على أساس إنه الكل بيعرف إنه شارع النجمة هو تم إدراجه على لائحة المواقع الأثرية، فبالتالي يعني هذا واحد من الخطط اللي بدينا فيها، وإن شاء الله رح نستمر على مدار العام القادم بمشروع لأحياء شارع نجمة من خلال أسواق شبه أسبوعية. هكذا حال الشارع على مدار العام بعد هجرة معظم أصحابه، فرغم ألوان محاله الفرحة إلا أن أبوابها موصدة، وتأتي السوق علها تدب الحياة فيها ولو لأيام قليلة في مكان غاب صوته وصيحات تجاره. في أكثر شوارع المدينة أهمية تاريخية أقيمت سوق الميلاد، علىها تنفض غبار أعوام من الكساد وتجدد أملاً غاب عن هذا المكان لسنوات، وتزين المدينة بزينة الميلاد. ثروة شقر الحرة، بيت لحم.